يا هلا والله بالجميع، كيفكم طيبين؟ رجعت لكم بفيديو جديد خفيف لطيف، حتكون سلسلة في القناة، تطبيقات، ألعاب، أشياء خفيفة، برامج تفيدنا في المونتاج، في الهروج هذه كلها. هنبدأ بلعبة، لعبة أعتبر إنه الرجال كلهم لعبوها، لعبة الكيرم، بس المرة دي راح نلعبها بالجوال. قبل فترة نزلوا واحدة من الشركات تطبيق، أعتبره جيد. طيب أول ما نخش على اللعبة ومسمينا كيرم، يعني فشخين الفكرة ومسمينا كيرم، هل هي لعبة أصلاً حقنا وهم فشخوها ولا لعبة حقهم إحنا فشخناها؟ ما علينا. طيب حيجينا اول شيء ثلاث خيارات فوق. الخيار الاول اللي هو يدوكم الكوينز، كل يوم لكم عدد معين من الكوينزات مجانية تاخدوها، واللي في النص اللي هي يدوكم لعبة قد ما تكسبوا يعطوكم فيها دراهم، واخر شيء الترتيب العالمي. فاتوقع يعني ربعنا لو شافوا اللعبة وتمكنوا منها حنجيب الاول بالراحة يعني. طيب نجينا ثلاث خيارات. الخيار الازرق فريقين ولونين، مثلا انا الاسود واللي قدامي الابيض، لعبة عادية. اللعبة اللي تحتها نفسها بس فيها الكرة الحمراء اللي لازم تدخلها وتجيب بعدها غطا. اما اللعبة الثالثة نفس الشيء زي ما احنا طالع عندنا، نفسها فريقين ابيض واسود واللي تحتها نفسها بزيادة الحمراء، كلها اوفلاين ويلعبوها لاعبين. جميل يعني، منتظر في مطعم، منتظر شيء تقدر تلعبها انت وخويك، انت واخوك، انت واهلك يعني. نروح للعبة الاولى ونشوف. طبعا نفس حكاية البلياردو، طبعا عندنا فلوس مرة كثير، طبعا بحكم من بداية اللعبة مطفر حنلعب ب 400. دور لنا على واحد نجلد ابوه. نجلد ابوه مين؟ طبعا انا دخلت قست ما سويت حساب ولا سويت اي حاجة. عنده. ايوه. غشيم، عندي اللعبة دي. عندي اللعبة ما في، اخلصها يا من ضربة واحدة، ما عليكم انت بس. يعني انا ما ابغى يعني اكون عنيف معاه بشوي، على خفيف كده. بس عندي دي هذه ما فيها. طبعا لو دخل المضرب كورتين تخرجه، ماني عارف ايش القانون ذا، بس كورتين. هذا من الهبالات في اللعبة، تقدر تلعب كذا وكذا، يعني نسوي شيء ما نقدر نسويه في الحقيقة. طيب واللي اخي ما في بودر. هاي ايش في؟ يو من اول قاعد ادخله انا يا ليل، انا الاسود. خلينا نسبه يا اخي، ما في سب، نرسل له باي باي يعني، انتهى وضعك. ولي خلاص يا ابوي، انا اكتشفت اني انا غلطان، جايب ام العيد سري. يلا هخليك تندم على اليوم اللي لعبت معاه فيه. يعني برضو ما نقدر نكون عنيفين معاه. إذا كان الاتصال كويس اللعبة حتكون مرة ممتازة، لو اتصال في وسط اليوم زحمة كذا ممكن تطفش. طيب أية كورة، هذه أتوقع هذه. قنس كذا. ما في بودرة زي ما قلت لك، مو محطين بودرة. هو باين عليه غشيم، ما عليكم غشيم. عندي المباراة ذي عندي. طبعا حسيب الرابط اللعبة في الوصف اللي يحب يلعبها يعني. وي بس ارحم امكم لا تلعبوا عند الاشارات، ها نقعد ندقدق بواري. خلينا نخلص عليه يا حبيبي. ولف ابوي، ما انت بقدي يا ابوي، ابوي ما انت بقدي. انت بجد يا ابوي. ايش بو ايش بو؟ هذه كيف تتلعب دي؟ نجيبها كذا وكذا ولا كذا؟ نجيبها
هاي ماتي جيبها كذا. هلا كم بجيب العيد والله. المفروض يساعدني، انا دخلت له اثنين يا اخي، الله ما يصير ذا الكلام. والله كانت يعني لا برضه لو ما خرب علي اللعبة تمام. انا استفزه شوي. ما في كده. والله ضبطني هو، بس يا اخي صعبة ذي ما. في اقدر الف، فنلف الجوال كده بكل بساطة. أكيد يا حبيبي روح ألعب مع واحد غيرك، روح ألعب مع واحد غيرك يا أبوي. إيش البراءة هذي؟ ما في مستوى يا أخي، الناس كلهم دون المستوى. إيش يصير؟ نلعب في باريس، نلعب كيرم في باريس. ما شاء الله ما شاء الله. وبس، وهذه اللعبة الخفيفة الجميلة. لو عندكم ألعاب جميلة تحبوا تشاركونا بيها اكتبوا لنا إياها في الوصف أو حطوا لنا الرابط. فيديو خفيف لطيف إن شاء الله. كان معاكم باسم، والسلام عليكم.